السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو عباشر مبروكة يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش كتمنى ان شاء الله اليوم جبت لكم كرواسون سهلين في التحضير او لا قريشلات صغارين او لا صغارين سميوهم كيما وغيتو كيجيو هشاشين قطنيين ناجحين مليون في المية كيجيو بكمية كتيرة وفي نفس الوقت المكونات ديالهم جد جد بسيطة نتمنى فعلا انكم تجربوهم حيث يستحقوا تجربة ما تنسوش انكم تابنوا فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم تدعموني بلايك ديالكم وتبارتاجيو الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم فبقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركه الله غادي نحتاج بالنسبه للمكونات عندي 500 غرام ديال الطحين ما يعادل خمسة ديال الكيسان اي نص كيلو بالنسبه للطحين فهو طحين فورسر رطب يكون خاص بالحلويات باش يجيوكم هشاشين وينجحوا لكم اكثر غادي نحتاج جوج معلق كبار مملوئين جيدا ديال الزنجلان او السمسم بطبيعه الحال راه محمر منقي ومحمر غادي نحتاج نص كاس ديال السكر سنيده نص كاس ديال الزيت ودائما العبار بكاس الشاي المغربي او كاس العنبه القياس ديالو 160 مليلتر غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل معلقه صغيره ديال النافع معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه وكتبقى على حسب الجو اللي عندكم الا كان عندكم الجو سخون فنقصوا ولا ايضا كان عندكم الجوباد فتزيدوا يعني نتوما عينيكم ميزانكم بالنسبه للخميره غادي نزيد كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل سبعة او 8 غرام غادي نزيد ايضا قبصه صغيره ديال الملحه معلقه كبيره ديال الزبده بيضة انا هنا حاولت انني ما نسرع لكمش الفيديو باش هكا تشوفوا المراحل بالتفصيل وايضا المكونات دائما كنخليهم لكم في صندوق الوصف او اسفل الفيديو بالتفصيل كما لاحظتوا معايا زدت معلقه ديال الزبده ومعلقه تكون عامره يعني معلقه كبيره اللي ما كتوفرش عنده الزبده ممكن انه يستغنى عليها صافي غادي نجيب الحليب يكون دافي باش غادي نعجنو هاد العجين وانا صوب تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء به عجنت من يعني بعد ما تعجنت لي العجينة ديالي كما كتلاحظو كتجي رطبه ومرخوفة غادي نجيب شوية ديال الزيت غادي ندهن بها يدي غادي نحاول انني نخلط مزيان داك العجينه تتولي لي كره واحده وغادي ندهنها ندهن الوجه ديالها بالزيت ونردها تخمر او لا نخليها تخمر تتضاعف الحجم ديالها هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين كما كي كتلاحظوا كيفاش كيجي كي كيكون كي متضاعف وهذه المرحله هذه مهمه كتجيب الكرواسون ديالكم اولا القريشلات اولا الكريسات ديالكم كتجيبهم مرخوفين وهشاشين وفي نفس الوقت دغيا كيخمروا المره الثانيه يعني المره الثانيه فاش كتقر فاش كتشكلوهم ما كياخذوش معكم ما بين 10 الى 15 دقيقه ماكسيموم كيكونوا خامرين صافي غادي نخوي العجينه في سطح العمل دائما غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت باش هكا ما تلصقليش العجينه في يدي غادي نجيب الطبسي اللي كيدخل الفران غادي ن... اما دهنوه بشويه ديال الزيت او لا ديروا فيه الكاغيط ديال الزبده الاختيار كيبقى لكم وصافي غادي نبدا نشكل هكا كرات يكونوا صغارين انا هنايا بغيت نصوبهم صغيورين يجيو كرواصات صغيورين بزاف نتوما بغيتيهم كبارين كبروا الحجم انا هنايا كما لاحظتي كنصوبهم قريصات صغيورين بحال اللي كنصوبوا الملاوي كما لاحظتوا معايا بهذه الطريقه هذه وانتم صغروهم او كبروهم بالطريقه اللي بغيتيو صافي غادي نكمل بنفس الطريقه تنسالي التشكيل ديال الكميه اللي عندي كامله النص غادي نصوبو هكا في الطبسيل والنص غادي نصوبو في واحد الصينيه واحده اخرى وبالنسبة ما بين كل حبة وحبة خليو فراغ حيت كيتنفخو فاش كيخمروا وايضا كيتنفخو فاش كيطيبوا فدائما كيتضاعف الحجم ديالهم يعني خليو ما بين كل وحدة وحدة واحد المسافة باش هكا ما لكم شو يبقى لكم الشكل ديالهم زوين انا هنايا غادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل وتشوفوا يعني جميع المراحل هنايا من بعد ما ساليت بالتشكيل كما كي كتلاحظوا كيفاش شحال كتخليو ديال المسافه ما بين كل حبه وحبه غادي نغطيهم وغادي نخليهم تيتضاعف في الحجم ديالهم وهنا بعد ما تضع في الحجم ديالهم غادي نجيب صفر بيضه فقط صفر ما درتش نهائيا البيض وصفر ديال بيضة وحده راه كفاني الكميه كامله غادي ندهنهم مزيان من جميع الجوانب باش هكا كيتحمروا لنا مزيان وفي هذه الاثناء راني رادة الفران كيسخن كي على درجه حراره 180 كنشعلو عليه من الفوق ومن التحت صافي من بعد ما غادي ندهنهم كاملين مزيان غادي نجيب شويه ديال الزنجلان ممكن انكم تزينوهم من الفوق باي حاجه بغيتيو انا غادي نجيب شويه ديال الزنجلان وغادي نديرهم هكا من الفوق على هاد الطريقه هادي غادي ندخلهم يطيبوا من الفوق ومن التحت ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي فخواتي كيكون هذا هو الشكل النهائي بعد ما طيبت الكميه اللي عندي كامله كما كتلاحظوا كيجيو بكميه كثيره وفي نفس الوقت كيجي المنظر ديالهم جد راقي وكيجيو هشاشين ولدادين بلا قياس اكيد اكيد كونوا متاكدين لوليدات ديالكم ما غاديش يشبعوا منهم هكا في الفطور ديال العيد وايضا في الكوتي ديال نهار العيد ممكن انكم تحتفظوا بهم في الثلاجه اولا في المجمد على حسب نتوما الرغبة ديالكم نتمنى فعلا انكم تجربوهم حيت كيستحقوا التجربه اللي جربتهم تخلي في التعليقات كيفاش جاوها ما تنسوش انكم تابونوا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم دعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم من نهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته